خدمتي وهذا ما كان. على كل حال ما راني ضد حدا واحد. هاي قول ما راكش معاهم يا وليدي. ماينا حبيتي تولي وحده من المسؤولين كبار تاع الجبهه ولا راك خايف من سيتي في البريفي؟ راك خايف من دول الاستقلال وما ترجعش كوميسار؟ اسمع مو حوش تعرف علاش كاش واحد فيكم حاب يعرف علاش؟ مراد خلاص انا نقول لك علاش. خلاص مراد احبس على خاطر من لهم بعيش الذل حابه ترجع لهم الكرامه وما قدوش يضربوا مراد. تحية كبيرة لكم، امتعتمونا، عشنا معكم لحظات جميلة وجميلة جدا، تحية لهم من فضلكم. في إطار البرنامج العام للاحتفال بذكرى 61 لعيد الاستقلال، قطاع الثقافة والفنون لولاية برج بوريج سطر برنامجا ثريا يمتد من الفاتح الى 8 جويلي. فاتحة هذا البرنامج كانت اليوم مع هذا العرض المسرحي الثوري المتميز، حيث استضاف قطاع الثقافة فرقة مسرح مثلة الحياة التابعة للمديرية العامة للحماية المدنية. احتفالا بعيدي الاستقلال والشباب، شاركت الفرقة المسرحية التابعة للمديرية العامة للحماية المدنية في عرض مسرحي يجسد حقبة من الثورة التحريرية المظفرة، وهذا بالتنسيق مع مديرية الثقافة والفنون بولاية برج بوريج. وعيد استقلال وعيد شباب إن شاء الله في كنف الحرية وتحية الجزائر. فرقة مثلة الحياة هي الفرقة الأولى عربيا على مستوى المؤسسات النظامية. تأسست الفرقة سنة 2006 على يد أساتذة خريجي معهد الفنون الدرامية، لديها عدة أعمال، آخر عملها هو مسرحية أزقة الأبطال. هذا العرض يجسد معاناة العائلات الجزائرية من ويلات الاستعمار الفرنسي الغاشم.